الهداف العربي القطري المعز علي، الذي طبعا نفخر به وبمستواه العالي. سجل هذا اللاعب طبعا أهداف جميلة، وسجل اليوم هدفا جديدا يعتبر جديد في تاريخ الكرة الآسيوية، بعد أن أعطى فريقه التقدم ضد المنتخب الياباني. وسجل النجم القطري المعز علي البالغ من العمر 22 عاما، سجل هدفه التاسع في البطولة، وكسر الهداف القطري رقم لاعب المنتخب الإيراني السابق علي دائي، والذي صمد لمدة 23 عاما، حيث سجل في نسخة عام 1996 8 أهداف. من جهته هيمن لاعبو المنتخب القطري على جوائز الأفضل في كأس آسيا، حصد لاعب المنتخب القطري المعز علي على جائزتي أفضل هداف وأفضل لاعب في البطولة، وتمكن حارس العنابي سعد الشيب من حصد جائزة أفضل حارس في البطولة، بعدما يعني تلقت شباكه هدفا وحيدا في البطولة. بالتأكيد نقول مبارك لهذا المهاجم الشاب هذا المستوى الفني الرفيع، وأيضا للحارس العملاق، ونتمنى لهم وللمنتخب العنابي التألق والنجاح في قادم البطولات.